في الفترة اللي فاتت دي، في حوالي الأسبوعين اللي فاتوا، كل ما اروح مكان الاقي ناس عيانة تسألهم انتوا مالكوا، عندكوا ايه، هو ده دور برد انفلونزا يعني، ولا انتوا كورونا، ولا ايه وضعكم؟ بيكون الرد لا لا لا، كورونا ايه، احنا ما عندناش كورونا ولا حاجة، ده احنا بس خدنا دش، خدنا شاور ونزلنا في البرد، ده اصلا انا ما كنتش متغطي كويس، او البيت عندي الشبابيك بتاعته كانت مفتوحة فانا استهويت خدت برد وده مجرد دور برد. طب هو كل الناس اللي ماشيين في الشوارع دول كلهم عندهم برد؟ حدش فيهم عنده كورونا خالص؟ معقولة؟ يعني مش اوميكرون؟ كلكم عندكم انفلونزا؟ في الحقيقة الكلام كده مش مظبوط، معظم الحالات اللي موجودة دي حالات كورونا، واحنا في الحلقة دي هنتكلم عن ازاي حضرتك تحافظ على نفسك في الموجة العالية قوي قوي من كورونا اللي موجودة دلوقتي في معظم الدول بتاعت العالم. كمان هنقول على الأعراض الخطيرة اللي لو ظهرت عند حضرتك يبقى حضرتك لازم 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 تتوجه للطبيب وتتوجه للمستشفى علشان تلحق نفسك. دي قناة ببساطة، وأنا دكتورة مي جنينتي. خليني في البداية أقول لحضراتكم إن من رحمة ربنا بينا إن الأعراض بتاعة المتحور أوميكرون مش صعبة قوي ومش بتؤدي للوفاة زي بقية المتحورات اللي كانت موجودة قبل كده. الدور على الناس الأصحاء بيعدي دور يعني تقيل شوية، ولكن هو مش بيخليهم يدخلوا مستشفيات، مش بيؤدي للوفاة زي ما كان بيحصل قبل كده. بس هي الفكرة في إيه؟ الفكرة إن ممكن حضرتك كشاب صحيح ما عندكش مشكلة صحية تاخد الدور ده وبعد كده انت تعدي منه، لكن تعدي والدك او والدتك المسنين او حد يكون عند حضرتك في البيت او في الشغل بتاعك يكون من ذوي الامراض المزمنة، او تعدي اطفالك. فالدور هيعدي عليك كويس جدا وسهل وبسيط، لكن الله اعلم هيعدي على الناس دي ولا لا. كمان خليني اقول لحضراتكم ان مش كل الناس عندها ضمير، مش كل الناس بتخاف ربنا. في ناس كتير بيبقى عندها كورونا وممكن يكونوا عارفين ومتأكدين على فكرة، ويروحوا أشغالهم عادي وينزلوا الشوارع وينزلوا المولات ويعملوا شوبينج وكل حاجة، وهم بيتعاملوا مع حضرتك وهم عارفين أو مش عارفين، وما بيستعملوش أي حاجة علشان تحمينا منهم، لا يلبس كمامة ولا يعقم إيديه ولا يتعامل بتباعد، مفيش الكلام ده خالص. فانت حرفيا انت محاط بعدد مهول مهول من المرضى اللي عندهم مرض معدي. فالحل ان حضرتك اللي تعزل نفسك. ايوه، حضرتك الصحيح السليم انت اللي تعزل نفسك عنهم. هيجي واحد يقول لي يا سلام، يعني انا بقى هعزل نفسي، انا كواحد سليم ما عنديش مشاكل، هعزل نفسي في البيت واقعد ما اشوفش شغلي وما انزلش من البيت، واسيب بقى الناس المرضى كلهم هم يعني يعرسوا في الارض فسادا تحت. هقول له مين اللي قال لحضرتك الكلام ده؟ انا ما بقولكش اعزل نفسك في البيت، انا بقولك اعزل نفسك عنهم. بمعنى ايه؟ بمعنى ان حضرتك لازم تلبس الكمامة بتاعتك علشان تحمي نفسك منهم، وتلبس الكمامة مظبوط. يعني انا بشوف ناس ماسكين الكمامة لابسينها ومنزلينها تحت مناخيرهم، يا سلام حضرتك كده عملت ايه بقى؟ اشوف ناس تانية لابسة الكمامة ومنزلها تحت دقنها اصلا، يعني اللي هو الانف والفم الاتنين مفيش، بشوف ناس تانية بيستعملوا الكمامة وبعدين يقوم ماسكينها مطبقينها وحاطينها في الشنط او في جيوبهم، هي عمالة بتتلوث ويرجعوها تاني، دي مش اساليب مظبوطة للبس الكمامة. فحضرتك بتعزل نفسك بان انت تلبس كمامة نظيفة بطريقة مظبوطة علشان تحميك من الناس اللي موجودين حواليك. كمان من مصلحة حضرتك ان انت ما تنزلش من بيتك غير للضرورة. انا بتكلم عن ان انت تقلل المشاوير الغير ضرورية والغير مهمة. انت كده بتقلل على نفسك فرصة الاختلاط بناس موجودين دلوقتي في موجة عالية جدا من المتحور اوميكرون. فبتلبس كمامتك، ما بتنزلش من بيتك غير للضرورة، مهتم بتعقيم ايديك ووجهك وانفك، عندك مية وصابون تمام جدا، المية والصابون زي الفل. طيب مش متاح ليك ان انت تغسل ايديك بالمية والصابون، يبقى المطهرات الكحول
على طول نحط مطهرات وعلى طول نعقم ايدينا وننظفها علشان الايد دي اكبر مصدر من مصادر العدوى. كمان في الفترة دي لازم حضرتك تهتم جدا بشرب السوائل الدافية كتير، اشرب سوائل دافية كتير، كل بروتين كويس، كل خضار كويس جدا مليانين فيتامين سي. احنا عايزين ناكل حاجات فيها زنك وفيها فيتامين دال وفيها فيتامين سي. كمان لازم حضرتك تتعرض للشمس كويس، كمان لازم حضرتك تنام كويس. خلي بالك النوم الكويس ده بيظبط الكيمياء بتاعت الجسم كلها وبيظبط المناعة بتاعت الجسم. تنام 8 ساعات ما يكونوش متقطعين، تنام في وقت النوم. الناس اللي بتقلب اليوم بتاعها الليل بيبقى نهار والنهار بيبقى ليل، ده مش مظبوط. لما تكون نايم ما تشغلش نور جنب منك، علشان لما بتنام في الضلمة ده بيساعد على ان انت تنام نوم عميق، وبتفرز مواد كيميائية في الجسم دي بتظبط لك حاجات كتير جدا بما فيها مناعتك. يبقى ناخد بالنا من الاكل وناخد بالنا من النوم. كمان لازم حضرتك تتحرك وتعمل رياضة. قادر ان انت تمارس رياضة مرتين ثلاثة في الاسبوع ممتاز، مش قادر على الاقل تمشي وتتحرك، ما تبقاش قاعد مستني ان انت تروح المطبخ بسكوتر. قوم اتحرك، عندك سلالم وعندك اسانسير، ما تطلعش في الاسانسير، اطلع في السلالم، حرك نفسك، جري الدمويه في جسمك. طيب انا هتكلم دلوقتي عن اعراض لو حضرتك لقيتها موجوده عندك يبقى الموضوع بيستدعي ان انت تروح للطبيب. اول حاجه وتعتبر من اهم الحاجات، لو لقيت ان انت عندك صعوبه في التنفس، مش قادر تاخد نفسك، لازم تروح للطبيب علشان يقيس لك نسبه الاكسجين في الدم. الاحساس بالالم في الصدر، لو حسيت ان في الم في منطقه الصدر او كان في تقل على صدرك، دي من العلامات اللي تستدعي ان حضرتك تروح للطبيب. كمان لو حضرتك حصل لك اغماء، اغمى عليك او درجه الوعي بتاعتك مش مظبوطه، انت حاسس ان انت مش مركز ووعيك مش تمام، ناس بتصحيك من النوم حاسس ان انت مش متظبط، وعيك درجه الوعي فيها مشكله، يبقى لازم حضرتك تروح تتوجه للطبيب فورا. كمان لو حصل تغيير في لون الشفايف او اللسان او الجلد او الضوافر، لو لقيت ان لونهم بقى باهت وشاحب ده له دلالة، لازم حضرتك تتوجه للدكتور. كمان لو لقيت الضوافر لونها بقى غامق، في ناس بيحس ان ضوافرها بقت زرقاء قعد فترة، لا ده مش مظبوط. كمان لو ضربات قلبك زادت وبقى فيها مشكلة وبقيت حاسس كأنك سامع صوت قلبك يعني مضخم مع زيادة في ضربات القلب، لازم حضرتك تتوجه للطبيب. أي زيادة في الأعراض أو تفاقم فيها أو سوء في حالتك الجسدية الصحية، يبقى لازم حضرتك تتوجه للطبيب. الطبيعي أن في أي دور برد احنا جسمنا بيقدر يتغلب عليه، بتبقى تعبان اول يومين، اليوم الثالث بتبتدي تتحسن شويه، على اليوم الرابع بتلاقي الدنيا ابتدت تبقى تمام. طب انا لقيت ان انا الحاله من سيء لأسوأ، الاعراض من قليل لكتير، حالتي الصحيه من نازل لنازل اكتر، لا هنا لازم نقف وقفه ولازم حضرتك تروح للطبيب علشان يشوف انت ايه قصتك بالظبط ويبتدي يتعامل مع الموضوع ويلحقك قبل ما تبقى القصه تدهورت ودخلنا في قصه تانية خالص ممكن يعني تعمل لك مشاكل صحيه انت في غنى عنها. اخيرا لازم حضرتك تفهم كويس جدا ان الناس اللي حواليك مش كلهم ناس محترمين، مش كلهم ناس عندهم ضمير، مش كلهم ناس بيراعوا ربنا وبيراعوا ضميرهم في التعامل. تعامل مع كل الناس اللي حواليك على ان هم حاملين للفيروس، ما تنتظرش منهم ان هم يخافوا عليك. اللي تقدر ان انت تعمله ان انت تعمل حساب نفسك وتحافظ على نفسك وتبعد عن اماكن التجمعات وتلتزم بالاجراءات الاحترازية، علشان في النهاية لو حضرتك حصل لك حاجة محدش فيهم هينفعك، ولو حضرتك نقلت المرض لأهل بيتك أو لوالدك أو لوالدتك أو لأولادك انت هتندم 100 مرة على ان انت ما حافظتش على نفسك، مش عشان نفسك بس، علشان خاطر الناس اللي موجودين معاك والناس اللي انت بتحبها. ونصيحة أخيرة، لو حضرتك مريض بكورونا،
لو حضرتك عندك دور برد من اللي ماشي الأيام دي، لو حضرتك مخالط لحالة موجودة في البيت، أرجوك خليك إنسان تعرف ربنا، راعي ربنا في الناس، اكفي الناس شر المرض اللي عندك، البس كمامتك، تباعد عنهم، خلي بالك من تعقيم ايديك، عرف الناس ان انت تعبان علشان هم كمان ياخدوا حذرهم، ياخدوا حذرهم مش عشان يبعدوا عنك، الفكرة مش في ان هم يبعدوا عنك، الفكرة في ان هم يأمنوا نفسهم. فلو حضرتك مريض او مخالط لحد مريض، ياريت انت كمان تكون ملتزم وتقعد في بيتك، ولو ما قدرتش تقعد في بيتك لضرورة قصوى على الاقل الاجراءات الاحترازية. انا كده خلصت الحلقة بتاعتي بتاعت النهاردة، اتمنى ان هي تكون كانت مفيدة. لو في استفسارات لحضراتكم ياريت تسيبوها لي في الكومنتات، ولو حضرتك اول مرة تشوفني ما تنساش ان انت تشترك في القناة وتفعل الزر بتاع الجرس علشان يوصلك كل الحلقات الجديدة اللي احنا بنعملها وقت نزولها. دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.